الجيش في مباراة طلائع الجيش. إيه اللي بنفكر فيه أو كيفية التفكير في هذه المباراة؟ ثلاث نقاط. نحن ناخد ثلاث نقاط. إزاي ناخد الثلاث نقاط؟ الشغل الفني عن طريق الجهاز الفني بيعمل شغله الفني واللعيبة بتحاول، ولكن زي ما دايما بقول لحضراتكم وانا اسف ان انا دايما بكرر الكلمه دي ولكنها هي حقيقه الحقيقه، وانا بحب دايما اقول لحضراتكم ان دايما الحقائق تبقى امام حضراتكم، ان كره القدم فيها ثلاث نتائج: المكسب والتعادل والهزيمه. الثلاث نتائج دول موجودين في كره القدم، مفيش حد بيفضل يكسب طول عمره، مفيش حد بيتغلب طول عمره، مفيش حد بيتعادل طول عمره، دايما الثلاث نتائج بتحصل في كره القدم. لكن دايما لعيبه النادي الاهلي بيعملوا ايه؟ بينظروا لشيء واحد فقط وهو الثلاث نقاط. عن طريق ايه؟ ان انا ابذل اقصى مجهود ليا في الملعب كلاعب او كجهاز فني، افكر في افضل تشكيل من وجهه نظر طبعا الجهاز الفني. الباقي ده بتاع ربنا، المكسب او التعادل او الهزيمه دي بتاعت ربنا، ما حدش يقدر يتكلم فيها. لكن انت كلاعب بتبذل مجهود كبير جدا في الملعب او بتحاول تبذل مجهود كبير جدا في الملعب عشان تكسب المباراه. هو ده اللي دايما احنا بنفكر فيه، هو ده اللي دايما احنا بنبقى كلاعيبه النادي الاهلي او كجمهور النادي الاهلي او كاداره النادي الاهلي ما بنفكرش غير في شيء واحد فقط، هو ان انا اموت نفسي في الملعب. اموت نفسي في الملعب عشان اكسب المباراه واقدر اكسب ثلاث نقاط. بكره مباراه مهمه جدا جدا. بكره من المفترض ان النادي الاهلي اللاعبين اللي هيلعبوا في هذه المباراه، وهي رساله للاعبي النادي الاهلي، رساله للاعيبه النادي الاهلي، زي ما كل الناس كانت مستنياكوا وزي ما كل الناس قالت لكم، زي ما انا هنا في البرنامج قلت لحضراتكم في ملعب الاهلي، ان الدوري في اقدام لاعبي النادي الاهلي، مش في اقدام حد تاني، ولا زمالك ولا بيراميدز ولا المصري ولا المقصه ولا حد تاني، لا، الدوري في ارجل لاعبي النادي الاهلي. هتكسب مبارياتك القادمه، شكرا، خدنا الدوري 41، هنقول مبروك وهنحتفل بيه يوم ولا يومين، وبعد كده هنفكر في الدوري القادم. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي دايما بنفكر فيه، او هي دي الطريقه اللي دايما بنفكر بيها. عندكم مهمه صعبه، عندكم سبع مباريات ب 21 نقطه، ال 21 نقطه بالنسبه لكل الناس، عايزين ناخد 21 نقطه، نبذل اقصى مجهود عشان نقدر نوصل لل 21، للنقطه 21. هو ده اللي احنا عايزينه في السبع مباريات القادمه. عندنا مباراه بكره، وبعد كده نتكلم في المباريات السته اللي هيبقوا باقيين ان شاء الله. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي دايما بنفكر فيه، هو ده اللي دايما محتاجينه من لعيبه النادي الاهلي، هو اللي دايما مستنيينه من لعيبه النادي الاهلي. لكن بقى ان احنا اصل هنستنى نتائج مش عارف مين وهنستنى، لا، ما مش احنا، مش النادي الاهلي، مش جمهور النادي الاهلي اللي بيعمل كده.